بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بيان العصبة بالنسب، وبيان العصبة بالسبب، فالفرق بينهما واضح. أن العصبة بالنسب قريب من المتوفى، قريب من الوارث، الوارث قريب من المتوفى بنسبه، أما الورثة بالسبب والعصبة بالسبب فهو لسبب من الأسباب، كأن يكون أعتقه أو نحو ذلك، هذا سبب وليس بنسب. جهات التعصيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب تلخيص الفرائض وفي باب التعصيب: جهات التعصيب. جهات التعصيب، وكل جهة مقدمة على الجهة الثانية، فاحرص أخي على أن تفهم وتعرف هذه الجهات، لأنه قد يكون مثلا الجهة أقرب لكنه بعيد هذا في جهته، كأن يكون مثلا ابن الجد الرابع والخامس وأخ شقيق، أيهما أقرب؟ الأخ الشقيق أقرب؟ لا، الابن أقرب، لأن جهته أقرب من جهة الأخوة. أو يكون مثلا ابن رابع وأب، أيهما أقرب في التعصيب؟ أقرب الابن، لأن الجهة أقرب. فأول ما نبدأ بالجهة، الجهة أقرب، وهي ست جهات. ست جهات ما هي؟ نعم، الجهات ست، وهي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. الجهات ست، لا تورث جهة قبل الجهة التي هي أقوى منها وأقرب. فأول الجهات البنوة ابن كل هؤلاء أقرب من الأبو، من الأبي، الأبو جهة لكن قبلها البنوة. وكذلك مثلا جهة الأبوة أب و ابن أخ وأب أيهم أقرب؟ ابن الابن أقرب، الأب أقرب، لأن جهة الأبوة أقرب من جهة الأخوة وبنوهم، هي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة. الجد والإخوة يختلفان، بعض الجهات تقدم الأبوة مطلقة ولا يورثون جهة الأخوة مع جهة الأبوة، لأن عندهم أن الأب يحل محله الجد، والجد مقدم على الأخ، وبعضهم يشركون بينهما. ثم بنو الإخوة مرتبة رابعة، ثم العمومة مرتبة خامسة، ثم السادسة تأمت الولاء. يعني إذا اجتمعت الجهات هذه كلها، ابن وأب وجد وأخ شقيق
وابن أخ شقيق وعم وابن عم وولا. أيها تبدأ به؟ أول واحد تبدأ به هو الابن، وإن نزل الابن فهو مقدم على الأب، ثم الأب وحده، ولا نقول وإن على لأن علوه جد، والجد هو الأب محل خلاف، ثم الجد مع الأخ عندنا محل خلاف، فأبو بكر رضي الله عنه ومن تبعه يقدمون الأب وإن على الأخ وإن كان قريبا. يروى عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فعند زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الابن وإن نزل فإنه مقدم على الأب في التعصيب، وأما الأب في التعصيب فإن الأب مقدم على الأخ، لكن أبو الأبي قد يقدم في قول بعض العلماء وقد لا يقدم فيستوي هو والأخ. فجهة التعصيب عندنا ست جهات، لا تبدأ بجهة وتعصبها قبل أن تعصب التي قبلها. ما هي؟ الأولى البنوة، الثانية الأبوة، الثالثة الجدودة مع الإخوة، الرابع بنو الإخوة، الخامس العمومة وبنوهم، السادس الولاء. معنى هذا أنه إذا اجتمع جماعات كلهم بدرجة التعصيب ننظر في المقدم منهم من هو البنوة أولا، ثم الأبوة ثانيا، ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. يعني هذا ترتيب العصبات، فلا نجعل الأخ الشقيق عصبة مع وجود الابن. ولا نجعل الابن عصبة مع وجود الأب. هل هذا يسير؟ لا. تفهم لما أقول؟ هل يصلح أن نعصب نجعل الابن عصبة ونحرم الأب، أو نعطي الأب التعصيب ونحرم الابن؟ أيهم أولى؟ الأولى بالتعصيب هو الابن ثم الأب. وإذا اجتمع أب وجد فأيهما الأولى؟ الجد أولى من الأب؟ لا. وإذا اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق أيهما الأولى؟ وإذا كان أحدهما لأب والآخر شقيق، الأخ لأب وابن الأخ الشقيق أيهما أقدم؟ أقدم ابن الأخ الشقيق؟ لا، لأن جهة البنوة جهة الأخوة مقدمة على جهة بنيهم. هلك هالك عن جميع العصبات بجميع الجهات. من تبدأ به؟ تبدأ بالابن. والأب تسقطه؟ لا، الأب يأخذ الميراث بالفرض ولا يأخذ بالتعصيب. والعم الشقيق
وابن العم الشقيق والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وهكذا. فأولى الجهات وأقدمها هي الجهات البنوة ثم الأبوة. إذا ورث الرجل أب وأخ شقيق وأخ لأب وجد وعم شقيق وعم لأب وولى سيد المعتق، أيهم تبدأ به؟ تبدأ بالأب لأنه مقدم على سواه. هلك هالك عن ابن 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 وجد لأب، جد لأب، أيهما تبدأ به؟ الجد لأب، لا صح، يعطى الميراث للابن الابن وإن نزل. إذا كان عندنا سيد أعتق هذا الرجل والذي تفضل عليه بالعتق ودعاه إلى الإسلام ورغبه في ذلك، وابن أخ لأب لا يعرفه، ابن أخ لأب لا يعرفه، أيهما تقدم؟ ابن الأخ لأب وإن كان لا يعرفه وإن كان ليس بينهم صلة. كذلك ابن 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 أخ وعم شقيق أيهما أولى؟ هذا العم ربى هذا الميت وأنعم عليه وتولى شؤونه، ثم مات ابن الأخ عن عمه هذا ومات عن ابن أخيه، أيهما يأخذ الميراث؟ ابن الأخ. وإن كان ابن العم وإن كان العم صاحب فضل وإحسان، وإن كان صاحب فضل وإحسان. إذا هلك هالك عن عم شقيق وابن ابن أخ لأب، أيهم؟ ابن الابن لأخ لأب وإن كان بعيدا لأنه أقرب للميت في الجهة وفي القرب. هلك هالك عن ابن عم لأب، ابن عم لأب وابن ابن عم شقيق، أيهما أقرب؟ الأب أو الشقيق؟ الشقيق أقرب، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة. تجعل القوة من أدلى إلى الميت بالقرابتين بالأب والأم، والضعف من أدلى إلى الميت بالأم بالأب فقط. ابن أخ، ابن أخ مباشر، وابن ابن أخ شقيق، أيهما تبدأ به؟ ابن الأخ المباشر. فالتقديم بالقوة، وبعدهما التقديم بالقوة. تجعل أول قدم صاحب القوة، ثم قدم صاحب الأقرب، ثم قدم القوة الضعيف على الأخ. عندك أخوان، عندك وارث، هذا يدلي للميت بأبيه، أخ شقيق، أخ لأب، أخ ابن أخ شقيق، أيهما تبدأ به؟
فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم فأول قدم الجهة على الجهة التي هي أقرب منها، الجهة القربى قدمها وبعد سواها. ثم إذا تساووا في الجهة كانوا كلهم إخوة، كلهم في الجهة واحد إخوة، لكن أحدهم شقيق والآخر لأب، فقدم الشقيق على الأب، ثم قدم القرب بالجهة التقديم ثم بقربه ثم وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. اجعل التقديم أولا بالجهة، لا تنظر للجهة الثانية مع كونه يجتمع يختلفان في الجهة، فانظر ابدأ بالجهة الأولى ثم بعدهما التقديم بالقرب. ابن ابن أخ مع ابن ابن شقيق، أولا التقديم بالجهة ثم بالقرب، فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، ابن ابن الأخ الشقيق مقدم على الجهة لابن الأخ لأب، وهكذا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، ابدأ بالأقرب فالأقرب، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وسيأتينا أمثلة لهذا كثير إن شاء الله إذا اجتمع عاصبان. نعم اقرأ. وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال أو يعني فيما كان يكون هذا ابن أخ شقيق وهذا ابن أخ خار شقيق وهذا ابن أخ شقيق آخر، وهكذا كلهم عدد اجتمعوا في ابن الإخوة الأشقاء فإنهم يشتركون في الميراث. وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال أو فيما أبقت الفروض، وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك فيسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين: ألف أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم بالاتفاق والجدة الأبوية فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا. أن من أدلى للميت بواسطة سقط المدلي بهذا الميت بالواسطة وقدمت الواسطة على ذلك إلا ولد الأم، فولد الأم أدلى للميت بمن؟ بالأم، والأم لا يسقطها ولدها بل يأخذ نصيبه والأم تأخذ نصيبها. إن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم في الاتفاق والجدة لأبويه، الجدة لأبويه فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد. الجدة للأبوين، الجدة، الجدة أم أم الأب، أم الأب فإنها ترث مع الأب وهو الذي أدلت به. إلا ولد الأم والجدة لأبويه فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا. نعم اجتمع. باء إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخى على من إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات
يعني مثلا إذا اجتمع الأب والابن كلهم عصبة، أيهم يقدم؟ يقدم الأب؟ لا، يقدم الابن، والأب يمنع من ذلك، لا يعصب وإنما يأخذ فرضه بالتلفظ. وإن تراخى على من كانت جهته مؤخرة، وإن تراخى على من كانت جهته مؤخرة، فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأب، فلولا أن له فرضا لسقط. فابن الابن مقدم على ابن على الأب، لما؟ لأن الأب مؤخر عن الابن في الدرجة، في الأهلية، في الجهات. وأما الجهات أولا هي المقدمة، الجهة جهة على جهة، جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة وإذا كان القرب ابن 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 درجة الثالثة، وابن ابن أيهما الأقرب؟ ابن الابن يأخذ الميراث، والأب ومن أدلى بثلاث جهات لا يأخذ شيئا. فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأب، وإن كان مباشرا فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب، وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد، وإن كان قويا. فابن الأخ لأب مقدم على ابن أخ شقيق. فمثلا هالك عن ابن 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 أخ شقيق، وابن أخ لأب، أيهما المقدم بالقوة؟ ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب. فمن جهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة، المدلي بالجهتين بالأب والأم مقدم على المدلي بجهة. يعني مثلا هذا ابن عم، ابن عم أبوه عمه، عمه ليش؟ لأب. والثاني ابن 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 عم شقيق، أيهما المقدم؟ القوة يتقدم بها صاحبها، بعدهما أولاهما التقديم بالجهة، ثم التقديم بالقرب، ثم التقديم بالقوة. والقوة القوي من هو؟ خليك معي، القوة من هو؟ من أدلى بقرابتين، هذا ابن ابن عم شقيق، وهذا ابن عم لأب، أيهما نقدم؟ الشقيق مقدم على من كان لأب، إن التقديم بالقوة، والتقديم بالجهة، والتقديم بالقرب. إذا تساووا في الجهة، إذا تساووا في الجهة كلهم في جهة الأخوة فيستويان. إذا تساووا في الجهة وكان أحدهما أقرب للميت، ابن ابن أخ وابن أخ، ابن أخ مقدم، ثم الأب والقوة، ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق. الشقيق مقدم لأنه أقوى، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة تجعل. نعم، لا تتردد في هذا، اللي عنده إشكال يقول. ابن أخ لأب، ابن أخ لأب، وعندنا ابن ابن أخ شقيق، أيهما المقدم؟ ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب،
الشقيق ولا لأب؟ لأب. لا، في جهة التقديم ثم بقربه، وبعدما التقديم بالقوة، التقديم بالقوة بعد التقديم بالترتيب، التقديم بالقوة. الأخ لأب دون الأخ الشقيق وإن نزل الأخ الشقيق. عن هذا البيت، البيت هذا ركيز، هذا قاعدة. الجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة. اجعل القوة من هلو لمن أدلى بالشقيق أقرب لمن أدلى بالأب فقط. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وأنا أتأكد إن شاء الله من هذا، نرجع إلى المراجع العلمية فتدلنا توصلنا إن شاء الله. أقوى لكنه ليس أقرب. تقديم بالقوة هذا أقوى. نعم، لكن ليس المدلي بجهتين أقوى من المدلي بجهة، لكن ما يمنع أنه في أقرب إلا عند من يقول مثلا أنك أول ما تنظر في الجهة، فإذا تساووا في الجهة فانظر للقرب. لا تعطي ابن أخ مع ابن أخ، لا تعطي مثلا ابن للميت، لا تحرم ابن للميت مع ما تعطي ابن لا، التقديم بالقرب ثم بالقوة. تجعل القوة من أدلى بجهتين أقوى ممن أدلى بجهة. فالأخ الشقيق وإن كان نازلا فهو أقرب من الجهة ممن كان أقوى. فمثلا ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، هذا لا شك، لا شك أن ميراث ابن الأخ الشقيق مقدم. لكن إذا كان ابن أخ شقيق وابن أخ لأب أقرب تقديم بالقوة. طيب ننظر فيها إن شاء الله، ننظر فيها إن شاء الله. قال المصنف: فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب، وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد، وإن كان قويا فابن الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق. فابن الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق. نعم صحيح، لا ما أنتم عليه أصح، يعني هؤلاء ابن أخ، هذا ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب. ابن الأخ لأب مقدم لأنه قدم على الجهة ويقدم على القرب وعلى غيرها.